فضيلتك تزوجت مبكرا وده افاد يعني افاد حضرتك في الحياه. لما الواحد يتزوج بدري أم يشاهد ما لم يشاهده من تاخر في الزواج. فلما بنتي مولوده 75 معنى كده انها عندها دلوقتي كام بقى 41 سنه. ماشي 41 سنة. فأنت شايف أولادك في كل مراحلهم إلى أن يستقلوا بأنفسهم استقلالا تاما ويكونوا ناضجين، ما هوش لسه تحت الرعاية أو كذا إلى آخره. فده من فضل الله أنه الزواج البدري بيبقى له هذا الأثر. كذلك في الزواج البدري ده بيخفف العبء، لما الواحد يجي عنده 30 سنة وعنده أولاد وعندهم 10 سنين أو شيء من هذا القبيل بيخف عبء رعاية الطفولة، لأنه كل ما الطفل بيكون أصغر كل ما العبء بيبقى أكبر على الأسرة كلها وهي بتربيه وكذا إلى آخره. أيضا مما من الله به علينا، وده كان من أيام الوالد رحمه الله، أنه كان يؤمن بأن الأسرة الصغيرة هي الأقدر على الأداء. إحنا ولد وبنتين فقط، وده أعطى فرصة للتربية الحسنة وأعطى فرصة لمستوى أرقى اجتماعيا وماديا وهكذا.